نشوف الأسر المتعففة في الحلة دي ونشوف احتياجاتهم شنو نوديها لهم. هاي والله فاطمة دي بالذات ظروفها صعبة شديد، من الراجل طفش وبيتها وقع ما لاقي حق تبني ببيتها. سمية برضو ما ننساها يا جماعة. يلا بالذات سمية دي، سمية دي محتاجة أكيد، لأنه لا بيشوفها في سوق لا في مناسبة لا في عزلة في أي حتة في الحلة دي. خلاص تمام، نكتب في الجروب بتاع الحلة والناس يساهم. خلاص أنا بمشي بيت بيت وبكلم الناس بالاحتياجات. خلاص يا جماعة اتفقنا، نبدأ بسمية. خلاص والله العظيم يا اخي، والله اصعب من الحاله دي ما لاقني. فلس فلس مبالغ فيه، واصعب من الفلس ما في. انا ما اقدر اطلع، ما عندي هدوم اصلا اطلع بها. مصاري بطني سمع كواريكا، والله سمع كواريك من امبارح بالليل. يا كافي البلا، ما في ناس ضابحين يناولوني صحن شيء بيجاي، ولا واحده بتاع الدكان تقوم تديني. معقول اصل مرحله زي دي انا؟ يئست من الحياه. الصينيه تذكري يا الصينيه، تذكري لما كنا بنتلم فيك صغار وكبار 3 مرات في اليوم؟ يا احلى الزمان. هسه بقينا في اليوم الواحد مره واحده ما بنشوفك. يا حليلك على الزوطاب. يلا الحمد لله على كل حال. عليكم النبي شوفوا الحلة دي، الحلة دي من كثرة ما قديمة وحاط الله نسيت الجقجقة. نظيفة يا ربي، ما بقدر اخليها عاملة كده. اخيرا نظيفة. شهلول بهلول شمخللول زهلول من قال شنو؟ ما عرفناك؟ انت مالك؟ ها؟ مالك يا زول يا اخي؟ مالك مصحيالي؟ ها؟ يعني الزول ما ينوم معاكم؟ دقيقة، انت ماردة؟ هاي ماردة ماردة جد جد؟ هاي ومرقتي من حلتي دي؟ طيب بما انه انا صحيتك وطلعتك من حلتي دي، عليك الله وانت كمادة كده وما عندك مقدرات، طوالي اعملي حركاتك العبيطة عملتها كده واعملي شباك لبيت حقق لي طلباتي. هو يا زول هي احترمي نفسك، احترمي نفسك. انا ما بتاع الشباك لبيت، انا اي شيء عندي بالاجراءات.
لا يعني شنو، انا ما انا مفلسه وما صدقت والله لقيتك. حققي لي طلباتي امنياتي. يلا شفتي الامنيات دي؟ كان الزمن فانوس جدي السحري القديم ده كان سهل شديد. فشنو انت اي حاجه عايزاها نحن طوالي بنظبطها وبنجيها وبنجيبها لك، لكن الان في الوقت الراهن ده يعني نحن كلنا المرده كده، اي حاجه بقت عندنا ماشيه بالسيستم بالنظام، فشنو بنعمل جدوله بتاع الطلبات وبعد ذاك بتترفع. يعني شنو مثلا؟ يعني شنو؟ تقدمي لي اول حاجه طلبك انا اشيله، ارفع الطلب ده طوالي، شفت شنو؟ للجنه الشعبيه بتاعت المرده، يقوموا ناس اللجنه الشعبيه بتاعت المرده يمضوا عليه، يرفعوا طوالي للمحليه بتاعت المرده، المحليه بتاعت المرده تقوم تختمه شفتي، وبصموا عليه، يشيلوا من محليه المرده، يرفعوا طوالي للمحافظ، المحافظ كان بقى قاعد وختموا له، ها؟ انت امورك ظابطه، اما لو لقيتي وسافر فخلاص يعني حقك راح. اسمعيني، ما بلقى لي حاجه هنا عندك في المطبخ ده، حاجه بياكلوها كده، انا جعانه والله شفتي مهويه، دار لي طقه 15 سنه انا قاعده في حلتك المعفنه دي، ما في زول مرقني. حليل هو يا اخ. بعرف الدقه دي، هي دقه نسوان حلها، امشي دسي ولا اعمل اي حاجه، النسوان دي لو شافوكي قاعده هنا حيجي يشبكوك دايرين ودايرين ودايرين ويطيروا علي الطلبات اللي انا دايراها. دس شنو يا اخ؟ الدس شنو؟ انت قايله لي بلعب دس؟ ها؟ انا مارد يا استاذه، انا بعمل هبكه وبكه وبا بختفي طوالي. علي يلا. طيب. ايوه يا بدوك جايين. شنو ماشي معاك وين؟ ماشي معاك احتمال جايبين طقة ولا حاجة. يطقك حرام يا أخي، يا أخي نزل لو شافوك هنا هتعمل لي مشكلة يا أخي، أمشي خارجي، أمشي دسي. قلت كده؟ هاي جدا سريع. هاب جلوب جلوبة. جلوبة أنت بتعمل في شنو؟ مختفي؟ ما اختفيتي يا أخي. شكله شنو واي فاي عندكم هنا ما ظابط. سريع طيب. قطعة كعبة. جايين جايين. دقيقة دقيقة دقيقة. سرعة سرعة. هاب جلوبة. هابا. شنو العوار بتاعنا هذه؟ برضه ما اختفيت؟ ما اختفيت هنا. والله شكله السيستم بتاع الشبكه عندكم هنا ما ظابط. فهمتني؟ دقيقه بعملها مره واحده. فهمت؟ اوه هبا! في شنو يا اخواننا؟ يا اخي انت مجنونه في راسك دي. عارفه عارفه شنو؟ اصلا السيستم بتاع شبكتي انا بتاع الاختفاء شكله حصلت فيه حاجه ما تمام بسبب الطقه حقتكم دي. ما مشكله، قول لي الدس وين؟ الدس وين؟ اي الدس في هناك في كيس النفايات ذاك. لا لا اي شيء ولا كيس النفايات. بأي شيء ولا كيس النفايات؟ كيس النفايات مدس فيه طلال. طلال ضمنه؟ المارد فريند حقي. مارد فريند؟ اي. ده يعني بوي فريند؟ اي. وما لقى غير كيس النفايات دس فيه؟ طب ما شو مشكلة شنو يعني؟ ما مارد فريند امشي له ويور مارد فريند امشي له مشكلة شنو؟ لا انا مخاصماه مما طفشوا انا خاصمته. بالله انتوا رجالكم ماردينكم بتخشوا برضه؟ والله انا قاعد الحين برا انا. طب اتصرفي اتصرفي الدسي. جدا جدا. اوه يا رب يا ايوه جايين. مرحبا. شنو يا اسماء نايمه ولا شو؟ احنا لنا ساعه بندق في الباب. مرحبا بكم، نورتوا تفضلوا. لا لا مستعجلين، جبنا لك الحاجات دي. والله يا جماعه ما كان في داعي للتعب. وده مبلغ دعم شهري من ناس الحله، قالوا ادوك له وعايزين يساعدوك بيه. يا اخواننا والله. دي شويه ملابس وكيات مني انا. ودي مواد تموينيه، والعمود ده مني انا لك انت. يا اخي والله ما عارفه اقول لكم شنو، انا ما عارفه من غيركم كنت هعمل شنو. لا لا عيب عيب يا سميه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسع على الجار. عليه الصلاه والسلام، النبي كان ما خشيت وشلتوا حاجه. احنا ماشيين. عليكم الله يا جماعه. مره ثانيه مره ثانيه. يا اخواننا. نجيك في الافراح ان شاء الله. اللهم امين يا رب، ربنا يحفظكم يا اخي، والله ما عارفه اقول لكم شنو انا. مع السلامه، في امان الله، ما قصرتوا والله، ما عارفه من غيركم كنت حسوي شنو انا. نعم الجيران. ده شنو ده؟ ده شنو؟ يا سلام يا سلام يا سلام، قدري فساتين، وده شنو؟ ها؟ ثياب وجلبابات، ها؟ كله هنا عندنا. قدري قدري دي قدري، ودي برضه قدري، وده شنو كمان؟ مكياج، ها؟
فرشة رهيبة، ماسكرة رهيبة برضو، ده برضو عجبني ما عرفته، لا برضو حلو، حلو شديد، كله رهيبات. وده شنو؟ ها؟ عمود؟ افتحي العمود ده. ها؟ لأنه أنا مهوية وبصراحة ريحة الطقة بتجنن. افتحي العمود. يا هنا يا مردة، أنتِ مش مالقة من الحلة يا أخي؟ حلة فاضية أنا ماني سكنت. افتحي العمود ده. ما لكن ما أكمل كله ها؟ بواقة بس دو. يلا ناوليني العيش بعد ده. يا سلام يا سلام، هو ده هو ده الشغل كده. ايوه ايوه افتحي افتحي افتحي. طيب 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 اي اي سامعة 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 سامعة. طيب ها هاك 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 انت برضه هاك. يلا يلا دش يا طوالي. تخرجوا تخرجوا بعد ده اي زول يشيل حقه. طوالي تخرج يا اخواننا كده. مرده ياخذ ياخذ. دقيقة 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 دقيقة. سامعك ما تبعزق الاكل بتسوي شنو؟ سامعك. يلا 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 طوالي طوالي طوالي. اقسم لهم معاك. ممكن انت فاهميني ده شنو؟ اقسم لهم معاك بتكفيكم. ديل منو؟ ديل الجماعة ديل يعني الجماعة منو؟ جماعة كيانا يعني خليهم بس. ها؟ بالله عليك الله خليهم زي كده؟ هاي ديل الجماعة. مالك يا زول معاهم؟ لا 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 معليش يا سامي معليش يا سامي. لا بالغتي بالغتي. امسح لي في وشي يا سامي امسح لي في وشي. شفتي قاعد لسه سامي؟ لا قاعد اوقف في عينه خمسة والله بتبالغي. لا لا طقيت نفيسة. قلت لك يا ماردة انت صاحي ولا نايمة يا الأخت؟ انت تمسح في مارد ولا في زول ولا في مصيبة زي كده بتنوم عينها فاتحة؟ هي هي فاتحة نفسك والله فاتحة نفسك تشخري يا اخي. معقولة يا اخي؟ يا اخي انت مما طليت علي يا اخي تاكلي اكلي تشربي موتي وعصيري تتمكي بمكياجي تلبسي هدومي نايمه في سريري يا اخي معقوله؟ ثلاثه طلبات انا طالبه منك واحده منهم ما حققت لي من امنياتي دي. انت بتبالغي؟ في زول بصحوبه الطريقه دي؟ اقصد بسم الله في مارد بصحوبه الطريقه دي؟ برضو ما صح كده ما صح منك. لكن اسمعيني انت معقوله يعني تطلبي مني طلبات قدر دي؟ ها طلبات قدر دي ها وبتبالغي بعدين تقولي لي عماره طابقين طابقين يا اخي ها طابقين اجيبها لك كيف يا اخي؟ يا خنا لو بجيب عمارات ها بجيب عمارات دي كان حالتي ها ولا كان سكنت في حلتك دي ها يا خنا؟ هني قاعدين هنا معك يا اخي. وين قاعدين هنا؟ قاعدين هنا معك في الحمام ده يا اخي. امي وخالي وكل ناس متردمين هنا قبل ما الاقي لهم مكان. اي والله هنا. اي طيب يعني انا يعني انا ما فاهم يعني انا ما قلت لك داري حياه ثانيه ذهب قلت لك داري ذهب من هنا لحد هنا وينه؟ طيب ده ما سهل. انا رفعت طلباتك دي اصلا ما قصرت معك. لكن شنو اسمعيني نحن اساسا الموارد اسي في الفتره الراهنه دي اسي بنمر بظروف اقتصاديه قاهره جدا جدا شفت شنو؟ وبعدين في صراعات وفي مشاكل بيناتنا ها. بعدين المشاكل والصراعات دي ادت لانه نحن شتتنا وتقسمنا شفت شنو؟ وبقت الارض دي ما شايلانا بقينا نتردم كده يعني. فبعدين شنو يعني نحن اصلا شفت يعني بقينا نسكن في اي مكان شدة ما الدنيا دي ضاقت بينا يعني مثلا عندك في الخواتم في الفوانيس القديمه شفت شنو؟ هسه زي ما قلت لك الجماعه دول كلهم قاعدين هنا في الحمام ده. خلاص ما تذكريني يعني هسه انا افهم من كلامك ده انك انت مارده مفلسه؟ ابو النوم ما عندي. طب ابقي مارده يا اخي. يا اخي ما ممكن يا اخي انا اصلا من اساسه شك في انك انت مارده وشك في انك تكوني طلعتي من حلتي المعفنه دي. يا اخي طلعت منها انا متاكده طلعت منها. طيب لو انت فعلا طلعتي من حلتي وانت مره اقصد مارده اثبتي لي الكلام ده برهان بالعمل بيان بالعمل. يعني اعمل لك شنو؟ اعمل شنو يعني؟ تعمل شنو شنو؟ اي ارجعي تشب تشلب بوب هبا للحله طوالي. بالله يا اخي ها؟ دايراني ارجع ثاني اقعد في الحله ديك بعد ما لقيت الهمبريب ده والهدوم الحلوات اللي قاعد البسها والمكياج والله طلق عضلها تضه ارجع ثاني لحلتك الفقر ما فيها اكل دي بالله ارجع بتاع فنيتك ها ما راجعه ما راجعه ما راجعه 10 مرات ما راجعه. قال ارجع قال يا شنو بلا لما يا شنو بلا لما
شنو بلا لما